ومعي طبعا واحده من يعني اهم اللاعبات طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي ايا الشامي. ايا طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبقول لك ويلكم باك طبعا وجودك مع الفريق، يمكن طبعا دايما موجوده مع الفريق اكيد بروحك وبالمعنويات طبعا بتديها للفريق، ولكن شفناكي طبعا يعني ويلكم باك رجعتي طبعا تتمرني تاني مع الفريق بعد الاصابه. الحمد لله، طبعا انا سعيده جدا ان انا رجعت وابقى معاهم واحنا بنحتفل بالدوري الحمد لله. يمكن انا ما بقاليش فتره كبيره راجعه، يعني الناس فاكراني راجعه بقالي كتير، انا بقالي يعني تقريبا 20 يوم بالكثير قوي متمرنه مع الفرقه، فلسه يعني قدامي شويه ان شاء الله، بس ان شاء الله يعني ابقى معاهم وان شاء الله الفتره الجايه ابتدي انزل يعني باذن الله. باذن الله. شفنا طبعا مباراه صعبه جدا يا ايه، يمكن طبعا الفوز في اول مباراه، وشفنا اداء عالي وروح عاليه جدا طبعا من جميع لاعبات النادي الاهلي، فطبعا يمكن الجمهور زعل شويه، كانوا متوقعين طبعا انه تاني مباراه يكون الاداء افضل من كده، ولكن الحمد لله قدرتوا تعوضوا ده وقدرتوا النهارده تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بصراحه احنا اول ماتش احنا كنا داخلين يعني همنا ان احنا نكسب 2-0، يعني كان نفسنا قوي ان احنا نقدر نعمل كده، بس طبعا برده فريق الزمالك فريق كبير، المباراه ما بتكونش سهله بالسهوله العاديه دي، فالماتش الثاني كان يمكن فيه خلل شويه قدرنا نشتغل عليه، كابتن ابراهيم عمل لنا سكاوتنج على كل اخطائنا، وطبعا ده بين في الجيم الثالث ان احنا الحمد لله بقينا جاهزين ليه، والحمد لله ظهرنا بمنظر كويس الحمد لله. ولسه الموسم طويل زي ما قلت دعاء غباشي، موسم طويل لسه في افريقيا وكاس، يعني يمكن طبعا يعني كل ما الموسم بيخلص كل ما الصعوبات بتزيد. يعني فعلا النادي الاهلي مختلف في الحته دي، ان احنا فعلا يبقى بنحتفل ببطوله دلوقتي، احنا خلاص لازم نقفلها بكره بالكثير قوي ان شاء الله، يعني هنحتفل لغايه بكره، بعد كده عندنا كاس اقل من اسبوع، عندنا برده سيمي فاينل وفاينل، فالموضوع يعني مش سهل، وهنخلص الكاس هيبقى عندنا افريقيا والافريقيا في النادي، وان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى في الاهلي يعني، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الفتره الجايه. انجي بقى بتقول لك ايه قبل الماتش؟ طبعا انجي الشامي اخت ايا الشامي، هي على طول معايا، هي سندي فعلا دايما معايا وتشجعني، هي وبابايا واهلي كلهم ربنا يخليهم لي يعني، ودايما بفتخر بيها. هي طبعا يا كابتن انجي، اول حاجه مبروك ليهم كلهم، مبروك البطوله، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا اعتذرت النهارده عن الاستوديو علشان انا كنت بصراحه كنت حاسه ان انا عايزه ابقى معاها يعني، فبجد انا فخوره بيهم كلهم، وانا فخوره ان انا بنتمي للنادي الاهلي يعني. ميرسي جدا طبعا يا كابتن، ميرسي يا ايه، وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه والبطولات القادمه ان شاء الله افريقيا وكاس. ميرسي يا حبيبي، ميرسي، ربنا يخليك. طبعا مستمرين معاكم ومعايا طبعا واحده من يمكن اللاعبات طبعا